إلى أي حال وصلت أحوال أمتنا، حتى احتفالهم أكثر من احتفالهم في عيد الفطر، بل والله في عيد الأضحى لا ترى لهم زينة ولا احتفالا ولا فرحا ولا سرورا في عيد الأضحى أو عيد الفطر، أعظم أيام السنة عيد المسلمين. أما في أعياد النصارى شوف الزينة. كل مرة باجي فيها دبي بلاقي دبي في انفتاح في كل حاجة بصراحة. يعني I've known many people from the UK and from parts of Europe that say they actually feel the spirit of Christmas more in the United Arab Emirates compared to other places. People who are living within all of the Emirates are like foreign and they want to celebrate the end of season. So we make sure always that we make the platform ready for them. Most Emiratis are behind the effort to make expatriates feel welcome. من تشبه بالنصارى بهذا المظهر فكأنه منهم، حتى حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة من اتباع عادات وطرق وسنن الأمم الأخرى، قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. تذهب إلى بعض الفنادق في أوروبا ما تجد الزينة والأشجار مثل ما تجدها عندنا، بل هل تصدقون أن أغلى شجرة كريسمس في التاريخ كله وجدت هذه السنة في فندق في دولة خليجية؟ للأسف جعل شجرة سعرها 11 مليون دولار. جوعان انت يعني؟ انا جوعان. ما فينا ناكل، انضرب بيتنا. العالم عم يدور على لقمة الاكل، عم نروح المجابل عم ندور على الاكل، ما في اكل عنا، عم نموت من الجوع. من يومين دخلت وقت ولا تحت من قلة الجوع، ما في اكل، ما عم نمرق. عم ناكل حشيش، عم نلملم حشيش، ما في اكل، ما في عنا شيء. عم نروح المجابل، عم نروح عم ندور، ما حدا عم يعطينا. ما في حدا عم ياكل هون. عم نلاقي مخلل خربان، عم ناكل لا يشوف الخبز الخربان بالارض، عم نشيله ناكله الخبز الخربان اللي عليه دود، عم ناكله جوعانين. ما عاد فينا، هاي خبزه معفن، هاي خبزه معفن عم ناخذه وناكله. هذا خبز معفن يا عالم يا عرب. نحن بدوله اسلاميه، نحن بدوله اسلاميه، نحن بدوله اسلاميه. People who are living within all of the Emirates are like foreign and they want to celebrate the end of season. So we make sure always that we make the platform ready for them. يا عرب نحن بدولة إسلامية. عايزين نعرف هل هم اخواننا الأقباط بس هم اللي بيجوا يشتروا منك الزينة اللي لا ما بتفرقش ما بين الأقباط أو المسلمين، الاثنين واحد. والمسلمين بتشتري أكتر من الأقباط من الحاجات اللي هم الأغراض والحاجات، بيحبوا يحتفلوا معاهم. يعني المسلمين بيحتفلوا براس السنة يمكن بيشتروا منكم حاجات أكتر من أكتر من الأقباط كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته ضاعت، فإلى الله نشكو. شهر هذا منظر، ها صار كيلو يجوع، قد هذا بدك تشوفه؟ تفي عليهم على شرفهم. تفي لسه بقول العرب والمسلمين، لا في عرب ولا في حاكل بشر. هذا منظر ها. شو روح اتركونا، ما بدنا شيء منكم الا الله. قلنا الله، صرنا قديش عم نحكي عرب ومسلمين بالناقص منهم. روح قلنا الله، قلنا الله. بدها ترضع، بدها تعيش، بدها تاكل ميتي ميتي. اطلع هذا منظر، هاد حسبي الله ونعم الوكيل. تفيح على كل واحد بيطلع بايده يعمل شيء وساكت. معكم قليل، معكم اهل، لا غدا لا حليب لا غذاء. طلع هذا ما حرم عليكم، ما عندكم اهل، ما
معك الأطفال؟ طلع هاد، شو ذنب الطفل هذا؟ حس بهالطفل يا الله. يلا بسيطة. وحدي الله أمي، وحدي الله. كلياتنا جوعانين. وحدي الله. النحشي كلياتنا جوعانين. رب العالمين هو اللي كلياتنا جوعانين. مو بس الله ونعم الوكيل. كلياتنا جوعانين. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك. يا ويح عباد الصليب بحقدهم، بالأمس كنا حرائر واليوم ذقنا الأسرى، ذقنا هواناه فبكينا دمعا قانيا كالعندام. غالبا الأعياد ترتبط بالشعائر الدينية، فهي أمور مقدسة عند كل أمة وملة. هذا غير مستغرب، لكن المستغرب أنك تجد المسلمين يحتفلون بأعياد المسيحيين مثلا، أو اليهود مثلا، أو المجوس مثلا. هذا هو الغريب. عمرك شفت واحد مثلا مسيحي أو نصراني في يوم الأضحى يمشي في الشارع وهو يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟ ما تشوف. لكن تشوف مسلم حاط شجرة كريسمس مليان ما شاء الله. يمكن للأسف تلقى في أمريكا وأوروبا ما يحصل ما يحصل عندنا في بعض الدول العربية، بل قهرا أقولها حتى الخليجية. مدينة خليجية يتوافد عليها مئات الآلاف عشان ليلة رأس السنة، هو مغنين ومغنيات من كل أنحاء الدول العربية، بل بعض الصالات تحيا برقص عربي شرقي ورقص روسي، وعاشت الحرية. وهذا هو مكمن الخطورة في التشبه بالكفار. تضع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فإذا العيد يميز الأمة، يميز الأمة والديانة التي يحتفل بها أصحابه، شاء الناس أم أبوا، فإنه قضية عقدية وليست قضية عادات. وهذا ما يجهله كثير، لا يجوز أن نشارك فيه، أن نشارك في غيره. أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ولا شك أن الإنسان المسلم لا يجوز أن يشارك الكافر في شيء واحد أو بسيط يتعلق بدين الكافر أو بعيده، فكيف بمن شاركه العيد بالكلية؟ وين الأخوة؟ وين الأمة؟ وين الإسلام؟ احنا بنات أمة محمد، نساء أمة محمد تستغيث، بنات أمة محمد تستغيث. وينكم؟ وينكم يا أهل النخوة؟ وينكم يا أهل القرى؟ يا شباب أمة محمد بكل مكان، نحن نستغيث يا الله، نحن نستغيث، فلهل لنا من مغيث؟ احنا بنات أمة محمد، أعراض بنات أمة محمد يستغيثون، يا غياث المستغيثين أغثنا يا الله، بيتهم نستحوا على حالكم، استحوا على شرابكم. بنات أمة محمد تنتهك أعراضهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. تنحر النساء والأطفال بالشوارع، ينحرون الشباب بالشوارع.
هي ولا منكم يقول واحد لا اله الا الله محمد رسول الله. وانكم يا مجاهدين الامه وانكم يا شباب الامه يا شباب امه محمد بكل مكان نحن نستغيث يا الله نحن نستغيث فلعلنا من مغيث. لا تردون على حكام العرب كلهم خونه كلهم باعونا. احنا بنات امه محمد اعراب بنات امه محمد يستغيثون أي أمة من الأمم وينشغل الناس بها عن أمر الله عز وجل فسلم على هذه الأمة. انتظر لها الزوال إن عاجلا أو آجلا.